أخبار اليوم. أنا راجل أقدم كلمة من أول الناس. واخد بالك حضرتك؟ أنا نزلت للأمين بأدب ولفت نظر الأمين بأدب وطلعت له لفت نظر بأدب ومفيش فايدة. ما عشان كده احنا جينا. لا يا فندم انتوا على الجنة لكن مش راجع الجلسة. والله في انا حلف قسمت بالله لما تبقى تترفع الجلسة هتكون اللي بعدها. عايز نرجع يرفع الجلسة وارجع اخد جلسة جديدة. والله خلاص ما يرفعها بعد ما يرفعها ارجع. ما ينفعش. في ايه بيه؟ لا راجل قليل ولا راجل صغير ولا حكومة هرتل؟